ولنقاش ملف الفساد في المنافذ الحدودية بالعراق وسيطرة الميليشيات عليها ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الدكتور هلال دليمي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله. في إحصائية لهيئة المنافذ الحدودية فإنها سجلت أكثر من 900 مخالفة منها محاولات لتهريب المخدرات في الأشهر الستة الماضية فقط، ما مدى خطورة المنافذ الحدودية على أمن العراق واقتصاده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. نسأل الله العفو والعافية لبلدنا العراق ولسائر بلاد المسلمين. القضية العراقية وقضية الأمن الاقتصادي والأمن العام هي حق محط اهتمام العدو الإيراني منذ البداية، ولهذا السبب أسست ما يسمى الدولة العميقة في العراق من خلال ميليشيات والأحزاب التابعة لها، وأوكلتها هذه المهمة الخطرة جدا لأنها لا أمن ولا أمان للعراق عندما تكون حدوده غير آمنة وبيد أجنبية. وعندما أقول بيد أجنبية أنا أعني ما أقول معنى وحسا وعملا، لأن الحدود العراقية منذ 2003 ولحد الآن هي بيد أتباع هذا النظام الذي يسعى لتخريب العراق ويقوم بكل ما يستطيع من أذية الشعب العراقي، من أولا من تصدير البضاعة الفاسدة، اثنين الأتاوات التي تفرض على المواطنين وعلى التجار، فرض البضاعة الإيرانية بدون مرورها بدون قيد أو شرط بدون حساب بدون مراقبة، ومن قام بمراقبتها أو تفتيش أحد القائمين على التهريب رأيتم ما حصل له، هو ضابط في الشرطة في البصرة واسمه معروف وقصته معروفة المالكي. ونجد أن سيطرة الميليشيات والأحزاب على هذه المنافذ هو جزء من السياسة الإيرانية الرصينة التي تدعم بقوة وبقوة السلاح. وكلكم يتذكر والشعب العراقي يتذكر عندما أغلق أحد منافذ الحدود مع إيران، أعتقد منافذ الرباطير، ماذا قامت الإيرانيون بضرب السيطرة الحدودية والاعتداء عليهم والدخول عنوة. هل يجوز أن يدخل مواطنون دولة إلى دولة أخرى عنوة لو كانوا يحترمون هذه الدولة؟ إذا هم لا يعتبرون الحدود العراقية بينهم حدود عراقية، وإنما هي مواطنون، العفو، هم موظفون لدى الحكومة الإيرانية وعليهم نفذ ما تريده إيران. قضية المخدرات وقضية التجارة الممنوعات قضية أساسية لتجارة إيران الخارجية، وهي تجارة رائجة في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان، هم يعتاشون عليها وهي مصدر تمويل مهم لهم. ولا يحدثنا أحد عن الثورة الإسلامية وعن الإسلام وعن الحلال والحرام، لأن هذا واقع حال. أغرقوا العراق بالمخدرات وتجارة المخدرات، وأغرقوا لبنان كذلك، وأغرقوا سوريا، وأغرقوا اليمن. وهذا الأمر الذي يتحدث عنه تقريركم بالتفصيل، أن حكومة الكاظمي أو الذي قبلها يعرفون جيدا أن لا سيطرة لهم ولا سلطة لهم على المنافذ الحدودية. وأين الدولة؟ يعني السؤال أين الدولة؟ أين هيبة الدولة؟ بمعلومة البسيط، علم العراق على الحدود مع الدول الأخرى يهان، وموظف الدولة يهان، والسيد الكاظمي يتحدث عن السلطة وعن تطبيق القانون وهو كاذب. بأنه لو كان صادقا هو يعرف المجرمون والخارجين على القانون يعرفهم جيدا، فلماذا لا يقيم عليهم القضاء العراقي كما قام على الذين من قبلهم بتهم باطلة بحجة أربع إرهاب؟ لماذا يقتلون الآن الناس في الشوارع وآخرهم الشهيد بإذن الله محمد الهاشمي في الشوارع وبعلم الكاظمي وتحت إمرته، وليسمع الشعب العراقي أن هذا رجل من طغمة الفساد التي حلت في العراق؟ الآن ماذا بقى لهيبة العراق؟ ماذا لهم كحكومة؟ في هذا السياق دكتور،
في هذا السياق المعذرة على المقاطعة، بالحديث عن محاسبة المتهمين بقضايا الفساد، كانت لجنة النزاهة النيابية تحدثت عن أسماء لمسؤولين وموظفين في هيئتي الجمارك والمنافذ الحدودية والعديد من الوزارات متورطين في قضايا الفساد. ما الذي يؤخر فتح هذه الملفات طالما أن الحكومة تبدي رغبتها فيما تسميه بالإصلاح؟ يا سيدتي، هناك مثل قديم وجميل يقول: لمن تشتكي الحبة إذا كان القاضي دجاجة؟ هؤلاء الناس هم الفاسدون الذين يؤشرون الفاسدين من بينهم، ولا أحد يحاسبهم. لا توجد دولة، لا توجد دولة. عندما يكون القضاء بهذا المستوى والذي يحكم والذي يقضي هو الفاسد، فمن يحكم على من؟ فاسد لا يحكم على فاسد. تقاسموا أمر السرقات والفساد في العراق علنا، أصبحت الدولة الأفسد في العالم، والذي يشيرون ويعلنون البرلمان العراقي ما يسمى بين هذان العراقي، هم أفسد من الذين يؤشرونهم. ماذا فعلوا ضدهم؟ هم الجهة التنفيذية في العراق، وهم لهم سلطة التنفيذية محاسبة المنفذين. لم يحاسبوا أحد، لأن ما بني على باطل وعلى أسس فاشلة، أسس المحاسبة وهذا لي وهذا لك. لا يستطيع أحد يحاسب أحد لأن الكل فاسدون. وبالتالي لو كان هناك جهة نزيهة تحاسب لما تجرأ كل هؤلاء على البوح علنا في جرائمهم من الفساد، واسمائهم معلنه، ولن يحاسب من امن العقاب ساء الادب. لا يوجد عقاب للمسيئين، لانه الذي يحكم هو القاضي هو فاسد. نعم. والذي يعين الاسماء فاسد، لان كلهم فاسدون بدرجات متفاوته، فبالتالي شكرا. الكل لديه مسكات على بعض. اشكرك دكتور هلال دليمي، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمه الاردنيه عمان.